قال أما الإنزال بمجامعة إلى آخره، يعني لما ذكر الفروض الصيام قال النية لإمساك عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء، يعني إخراج الماء سواء بهذا أو بغيره. وأما الإنزال بمجامعة دون فرج أو بمباشرة أو قبلة ففيه القضاء إجماعا والكفارة وفاقا لابن حنبل خلافا لهما. يعني إذا تعمد إخراج الماء بأن جامع لكن دون الفرج، الجماع في الفرج سبق، لو جامع دون الفرج في المرأة في فخذها أو كذا، أو بالمباشرة، المباشرة هي ماذا؟ مباشرة الجسد بالجسد، أو قبلة على فم أو غيره، هذا إذا فعل فخرج منه الماء يقول الإجماع على أنه يجب القضاء. وحكاية الجماع محل نظر لأن الخلاف منقول عن غير واحد، وقد ثبت في الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له نظر فأما قال يمسك ويتم صومه. فدعوى الإجماع في أن هذا يوجب القضاء يفطر ويوجب القضاء محل نظر، وإن كان هذا الأمر لا يجوز أن يتعمد إخراج الماء وهو صائم، لا يجوز ذلك، لكن أن يترتب عليه الإفطار وإلزام القضاء أو إلزام كفارة كذلك، هذا في قول جماهير العلماء نعم، لكن لم يقع عليه الإجماع، وقع الخلاف بين الفقهاء. طيب، والكفارة في المذهب عند مالك وعند الإمام أحمد تجب الكفارة، أما عند أبي حنيفة والشافعي خلافا لهما لا يلزم الكفارة عندهما. ولا شك أن الواجب على المسلم أن يحفظ دينه وأن يحفظ صيامه وأن يحفظ عبادته، ولهذا الملاعبة أو المباشرة أو القبلة أو اللمس أو المس أو الجس الصحيح فيه جوازه، وقد جاء ما يدل على ذلك في السنة. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قالت كان يباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإبه أي لعضوه، وفي رواية أملككم لأربه أي لحاجته، فلا بد أن تكون أنت على دراية بذلك، فإذا كان تخشى على نفسك عدم السلامة لا تقرب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث وقع، جاءه رجل شاب يستأذن في القبلة فلم يأذن له خشي عليه أو تبين أنه لا يمسك نفسه، وجاءه شيخ فأذن له ورأى أنه يمسك نفسه، وليس العبرة في التفريق بكونه شابا أو شيخا، بل العبرة هو المعنى المقتنص من الحديث، وهو من يملك ممن لا يملك، فإذا يملك نفسه له أن يفعل، وإلا فترى ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكما قال ابن عباس السلامة لا يعدلها شيء. تكلمنا إذا المباشرة والقبلة ويدخل فيه أيضا الملاعبة. وأما الإنزال بنظر أو فكر، الآن عندنا النظر وعندنا الفكر، النظر أن ينظر إلى أشياء، والفكر أن يتفكر في شأن النساء، فإن استدام بقي ينظر ويكرر وبقي يفكر في هذه الأمور فعليه القضاء والكفارة خلافا لهما فيهما، وإن لم يستدم فالقضاء خاصة خلافا لهما أيضا، وإن خرج المني بغير سبب فلا شيء فيه، فلا شيء فيه. هنا الإنزال بالنظر والفكر، المذهب إذا داوم ينظر ينظر حتى خرج المني أو يفكر يفكر فإنه يجب القضاء والكفارة خلافا لهما، بل خلافا لهم جميعا، فلا يرون القضاء والكفارة خلافا لهما فيهما، مقصود أبو حنيفة والشافعي. أما إذا لم يستدم نظر فحول،
أو خطر في فكره شيء من أم النساء ثم قطع فخرج المني. قال فالقضاء خاصة خلافا لهما أو للجميع فلا يرون القضاء لأنه لم يستجب. وأما إذا خرج المني بغير سبب فلا شيء فيه. إذا خرج المني بدون سبب رفع شيئا ثقيلا فخرج المني لا شيء، أو لشدة برد أو سقط أو ضرب، فخروج المني دون سبب لا شيء فيه. قال وأما المذي فإن كان بمباشرة، الآن هذا إخراج المني حكمه سبب انتهى. وأما المذي فإن كان بمباشرة أو استدامة نظر أو فكر، يعني مباشرة ومثل الملاءبة والقبلة، أو استدامة يداوي نظر أو فكر، ففيه أيضا القضاء وفاقا لابن حنبل خلافا لهما. فالشافعي وأبو حنيفة يقولان ليس في ذلك شيء. واختلف هل يجب أو يستحب، يعني القضاء يجب أو أنه يستحب. المعتمد في مذهب مالك أنه يجب، وإن لم يستدم النظر والفكر فلا شيء فيه. إذن تكلمنا على الجماع، تكلمنا على الإنزال بالمباشرة والمقبلة والملاعبة، على الإنزال بالنظر والفكر، انتهى الكلام المني. جاء الكلام إلى المذي. المذي قال لك إذا خرج بمباشرة أو ملاعبة أو قبلة أو نظر مدائم أو فكر دائم، مذهب مالك يجب القضاء، وقول أحمد خلافا لأبي حنيفة والشافعي فلا يجب عندهما القضاء. ومذهب مالك هل يجب القضاء ولا يستحب؟ المعتمد يجب. أما إذا كان لم يدم النظر ولا الفكر وخرج المذي فلا شيء فيه، فلا شيء فيه. ولا أظهر في هذا أنه لا شيء، لا شيء، وإن كان في تعمده يلام لكن لا شيء في ذلك. وأما الإنعاض، لأن هذه الشهوة إذا قامت في نفس الإنسان يقع منه الإنعاض وخوف الذكر، يترتب خروج أن لا يخرج شيء، أو قد يخرج المذي أو يخرج المني. فإذا خرج المني سبق الكلام، أو المذي سبق الكلام. باقي لو أنه قامت شهوته وأنعض وقام ذكره لكن لم يخرج شيء، هل يترتب شيء؟ هل يترتب على الصيام شيء؟ قال وأما الإنعاض دون مذي وبالتالي دون مني، فإن كان بمباشرة أو قبلة فقيل بوجوب القضاء وبإسقاطه وفاقا لهم. قيل يجب القضاء وقيل لا يجب القضاء، والأول منقول في المذهب لكن الأشهر والمعتمد الثاني لا قضاء، وهو قول جماهير العلماء. وإن كان الإنعاض بمجرد نظر أو فكر أو دونهما خاطر وهاجس فلا شيء فيه، لا شيء فيه. هذا الكلام خلاصته أنه ماذا؟ أن الصائم إما أن يباشر أو يلاعب أو يقبل أو ينظر أو يفكر، تمام؟ هذه خمسة في كل واحد، إما أن يداوم أو أن لا يداوم، صارت كم؟ عشرة. طيب أداوم أو لا يداوم، صارت عشرة. يعني باشر داوم أو لم يداوم، لاعب داوم أو لم يداوم، قبل داوم أو لم يداوم، نظر دام أو لا يداوم، فكر دام أو لا يداوم، عشرة. هذا العشرة يترتب عليها ست أشياء: خروج مني، خروج مذي، إنعاض. كم صارت؟ ثلاثين. سهلة، خمسة في اثنين في ثلاثة. باشر، لاعب، قبل، نظر، فكر، داوم أو لم يداوم، خرج مني، وجب القضاء والكفارة في المذهب، خرج مذي وجب القضاء في المذهب، وقع إنعاض لا شيء في المذهب على الصحيح، مع خلاف جزئيات. ما هي؟
لو نظر أو فكر ولم يداوم وخرج المني، قالوا القضاء وقيل الكفارة. هذه العشرة الأولى. العشرة الثانية، لو نظر أو فكر ولم يداوم وخرج المذي، قالوا القضاء وقالوا لا شيء، وقالوا لا شيء. وأما النظر والفكر دام أو لم يداوم وترتب عليه الإنعاض فقط فلا شيء. ومثله باشر، قبل، لاعب، داوم أو لم يداوم وترتب الإنعاض فقط فلا شيء. فيمكن يا طالب العلم أن تجعلها بهذا الشكل: مباشرة، ملاعبة، قبلة، نظر، وفكر، ودير سهمين داوم أو لم يداوم، وتحت كل واحد خرج ثلاث أسهم: أمنى، أمذى، أنعض، وبعدين دير النتيجة اللي فهمتها. أطباقك وقت غلطة مش عارفة مش عارفة 13 قال 13 دقيقة. نزيدوا هذه السطرين. وأما التقبيل فاختلف في المذهب هل يحرم أو يكره، وتختص الكراهة عندهم بالشباب والقوي، وأجازه ابن حنبل مطلقا، وأجازه ابن حنبل مطلقا. التقبيل في المذهب حقيقة هل يحرم ويكره؟ المذهب يفرق بين ماذا؟ هل يأمن السلامة أو لا؟ فإذا لا يأمن السلامة فلا يقبل، يحرم عليه ذلك، وإذا أمن السلامة فيجوز ذلك مع نوع كراهة، وإذا شك في السلامة يكره ذلك. وأجازه ابن حنبل وغيره، وهو الصحيح للأحاديث التي ذكرناها، لكن كان أملككم لإبه. وقيل تختص الكراهة عندهما بالشاب والقوي، هذا في الحقيقة نقل رواية ووجه وقول في المذهب، والله تعالى أعلى وأعلم. فرعان، الفرع الأول: من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه إجماعا. إنسان صايم قيل وناض ألقى نفسه على جنابة، صومه صحيح. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ويصوم، فخروج المني في النوم لا يفتر الصائم. الفرع الثاني، وهذا قول جماهير العلماء: من أجنب ليلا ثم أصبح صائما فصومه صحيح ولا قضاء عليه عند الجمهور. إنسان رقد الليل ولما استيقظ ناض بعد الفجر وإذا به جنب، يعني لم يغتسل، فصومه صحيح لحديث عائشة اللي ذكرناه. وهذا عند جماهير العلماء، لأنه كان بعض الفقهاء يقول أنه لا بد أن يقضي، وهو يروى عن أبي هريرة وأسامة بن زيد، ولكن رجعوا إلى قول جماهير الصحابة لثبوت حديث عائشة رضي الله عنها في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الاستفادة من النقاط المكتسبة مع كل عملية شراء، ووجه ذلك أنها تحول إلى مبلغ مالي مهدا إلى الزبون أو تخفيضات حسب عدد النقاط المكتسبة؟ العملية لا يظهر فيها شيء، يعني يقول لك الزبون الذي تشتري منه: كلما اشتريت فقيمة المشترى يترتب عليها نقاط، نقاط معينة، إذا وصلت إلى عدد معين فإنه ماذا؟ يقع لك تخفيض، يقع لك تخفيض بنسبة معينة، لا يظهر في ذلك مانع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.